هنا اون لايف موجز اخباري جديد، اهلا بكم. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لن يستطيع احد تقسيم المصريين او المساس بالوطن طالما ان شعبه موحد. وفي كلمته خلال تقديم التهنئه بعيد الميلاد بكاتدرائيه ميلاد المسيح في العاصمه الاداريه الجديده، اعتبر السيسي أن افتتاح الكاتدرائية يمثل رسالة سلام ومحبة للجميع أو للعالم أجمع، وشدد على أن الخير والسلام سيهزمان الشر والتدمير. قتل 17 مدنيا في الأقل، فيما أصيب آخرون بجروح، وذلك في غارات على مناطق عدة في الغوطة الشرقية معقل المعارضة المسلحة المحاصرة قرب دمشق، كما أصيب نحو 35 شخصا بجروح بينهم إصابات خطيرة، فضلا عن مفقودين يعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض. وشهدت أبنية مدمرة بالكامل في منطقة سكنية جراء الغارات، وبدت مباني عدة وقد انهارت واجهتها. قالت تقارير صحفية أن 25 شخصا في الأقل لقوا مصرعهم أمام سواحل ليبيا إثر غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا غير شرعي. ذكرت وزارة التوحيد في سول أن كوريا الشمالية أرسلت قائمة بوفدها لاجتماع نادر رفيع المستوى في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، واتفقت الكوريتان على إجراء أول حوار رسمي بينهما، وذلك منذ أكثر من عامين. من المتوقع أن تبحث مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.